البدايات ديالي كانت في رجاء أكادير، من بعد دزت نجاح حسوس، ومن ثم تم الانتقاء ديالي لبلدية العيون اللي حست معاهم بالبطولة الوطنية. من ثم تم الانتقال ديالي للجيش الملكي، وكانت عندي تجربة في الدوري الاحترافي الإسباني لمدة سنة، ومن بعد تمت العودة ديالي للجيش الملكي. صراحة المباراة في كأس أمم إفريقيا كانوا واحد الحماس وواحد الشغف اللي هو كبير بزاف. صراحة مباراة من بعد مباراة كان صراحة الجماهير كيجيو بواحد الكثافة اللي هي كثيرة بزاف. حنا كنا صراحة فرحانين بزاف، وعطينا كاع اللي في جهدنا باش نحققوا اللقب، ولكن هذا هو المراد. حنا دابا في إطار الاستعدادات لكأس العالم، وصراحة كنتسناو أنا نخوضوا هذه التجربة هذه ونعطيو كاع اللي عندنا باش إن شاء الله نحققوا المفاجأة إن شاء الله كيف ما داروا الأولاد، علاش لا. وحنا صراحة عازمين باش نرضيو الجماهير المغربية، وكنتمناو إن شاء الله يجي ويشجعونا ويساندونا. بالنسبة للجمهور كنبغي نشكرو بزاف على التشجيعات ديالهم كأس أمم إفريقيا، اللي صراحة كانوا بواحد الكم اللي هو هائل بزاف. وصراحة ملي كتشوفي كاع الناس، عيالات بنات رجال كبار، كيجيو باش كيشجعوا، هذا الشيء ما كيزيدنا إلا فخر، وكيزيدنا إلا أننا نعطيو كاع اللي عندنا باش نقدروا ندافعوا على الراية الوطنية.